في هذا الافتتاح الرسمي لمعرض مراكش الدولي للطيران لسنة 2024 في نسخته السابعة، والذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وبهذه المناسبة يطيب لي بدوري أن أرحب بكم وأن أشكركم جزيل الشكر على تلبية الدعوة لحضور هذا الحدث الذي أصبح موعداً هاماً ومنصة متميزة تساهم في تطور الطيران وتقدمها. نلتقي اليوم في هذه التظاهرة التي تتميز بالحضور الوازن لعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي نحتفي بتواجدها معنا، وتتميز هذه التظاهرة كذلك بالحضور المهم لشركائنا المحليين والدوليين الذين ساهموا بشكل فعال في إغناء هذه الدورة، حيث أصبح يشكل هذا المعرض موعداً دولياً متميزاً، كما يعد منصة للتبادل المثمر وعقد شراكات استراتيجية بين مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين. كما يعتبر هذا المعرض فرصة سانحة لإعطاء دينامية قوية للنهوض بالاستثمارات في هذا المجال والوقوف على التحديات التي يواجهها هذا القطاع، وكذا مختلف الرهانات التي تطبع تطوره وما يتطلب ذلك من جهود لتنويع العروض الاستثمارية وتطوير البنيات التحتية الصناعية والكفاءات المهنية ومنخ الأعمال من أجل الارتقاء بصناعة الطائرات المدنية والعسكرية وبصيانتها إلى مستويات متطورة. وتهدف هذه التظاهرة كذلك إلى عرض آخر ما تم إنتاجه في قطاع صناعة الطيران، والسماح للدول المشاركة في هذا المعرض وخصوصاً الدول العربية والإفريقية الشقيقة والصديقة للاطلاع على المستجدات التقنية وأحدث التكنولوجيات والابتكارات. وأنتهز هذه المناسبة لاستحضار ما رقمته المملكة المغربية خلال 25 سنة تحت القيادة الرشيدة والمتوصلة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده، حيث تبنت استراتيجيات صناعية وإصلاحات هيكلية مكنت من تحسين مناخ الأعمال والرقي بتطوير البنيات التحتية الصناعية وصقل المهارات وإحداث منشآت متعددة للتكوين والبحث والرفع من تنافسية هذا القطاع. ففي إطار التحدي الذي يواجه هذا القطاع والذي يكمن في تنويع مجالات التطور والتوجه إلى صناعات مدنية ودفاعية، عملت المملكة على تعزيز استرسنتها القانونية فيما يخص الصناعة الدفاعية، لا سيما من خلال إصدار القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع، والذي شكل لبنة أساسية مهدت لدخول المغرب مجال الصناعة العسكرية، بالإضافة إلى تعميم استفادة أنشطة هذه الصناعة من مجموعة من التدابير التي تهم دعم الاستثمار ذو الطابع الاستراتيجي وفقاً للقانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار. ويهدف هذين الإطارين القانونيين إلى فسح المجال لإرساء صناعة دفاعية وطنية بشكل عام وصناعة الطائرات العسكرية بشكل خاص، على غرار ما عرفه ميدان صناعة الطيران المدني على المستوى الوطني. كما سيساهم هذين النصين التشريعين في خلق الظروف الملائمة لتحقيق التكامل بين القطاعين المدني والعسكري وتنفيذاً للتعليمات الملكية السامية. شهدت المملكة المغربية نقلة نوعية جديدة
في مسارها نحو تطوير قدراتها الدفاعية بإحداث منطقتين صناعيتين للدفاع من أجل استقبال المشاريع الاستثمارية التي تهم هذا القطاع، ويشكل هذا الإنجاز عاملاً إضافياً يساهم تدريجياً في تعزيز الاستقلالية الدفاعية للمملكة والحد من الاعتماد بشكل كلي على المصادر الخارجية لتلبية حاجياتها من الأسلحة والذخيرة والمركبات. وفي هذا الإطار تعتمد المملكة في استقطابها لهذا النوع من الصناعات على جذب الاستثمار الخارجي وتوطين التكنولوجيا المتعلقة بالمجال العسكري، مع تعبئة الفاعلين العموميين والخواص المحليين للدخول في شراكات مع مستثمرين أجانب، وتعتبر سياسة الانفتاح على أسواق خارجية متنوعة وعدم الاقتصار على موردين محدودين من العوامل التي ساعدت على تقوية المنافسة من أجل تلبية حاجيات القوات المسلحة الملكية، تمهيداً لإرساء دعائم صناعة دفاعية وطنية عن طريق تحفيز الموردين الأجانب لإنشاء مشاريع استثمارية مع شركاء محليين، أو تشجيع نقل التكنولوجيا لفائدة فاعلين محليين تساعدهم على إنجاز مسارح استثمارية وطنية. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، لقد عرف معرض مراكش الدولي للطيران ومنذ انطلاق أول نسخة له سنة 2008 إشعاعاً متزايداً عبر مختلف نسخه المتتالية، واستطاع التموقع كوجهة متميزة في مجال صناعة الطائرات على المستويين الجهوي والدولي، بما فيها صناعة الطائرات المدنية والعسكرية، حيث أصبح يشكل هذا المعرض ملتقى لمواكبة التطور السريع للقدرات ونقل التكنولوجيا والابتكارات في هذا القطاع. ووفقاً للتوجيهات والرؤية الملكية المتبصرة، حقق المغرب خلال 25 سنة الأخيرة نجاحاً كبيراً وقفزة نوعية في تطوير قطاع صناعة الطائرات، مما جعل هذا القطاع يوفر آفاقاً واعدة للشركات العالمية الرائدة في هذا المجال. وطموحنا الكبير هو تطوير هذا القطاع ليشمل كذلك قطاع الطيران العسكري. فالإرادة القوية للمملكة المغربية في تعزيز سيادتها الوطنية في مجال صناعة الطائرات على غرار النجاح الذي حققه قطاع صناعة السيارات، تأخذ بعين الاعتبار عمقها الإفريقي والعربي من أجل تكريس مرتبتها كمنصة إقليمية ترتكز على شبكات علاقات وتعاون متميزة مع مجمل الدول، وخصوصاً الدول العربية والإفريقية الشقيقة والصديقة، وهو ما يمكنها لا محالة من لعب دور فاعل لخدمة الأهداف المشتركة وتطوير التعاون الإقليمي. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، ختاماً لا يسعني إلا أن أجدد الشكر لجميع المشاركين في هذه التظاهرة، وأرحب بكم مرة أخرى في بلدكم الثاني المملكة المغربية ضيوفاً على مدينة مراكش، متمنياً للجميع مقاماً طيباً وسعيداً، مع متمنياتي أن تكلل أشغال هذه التظاهرة بالتوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله.